السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي يا جماعة الحاجات الجبس اللي قلنا عليها، الفرم اللي زي كده، الفرم اللي انا عاملها بايدي كويس من السيليكون العادي. تمام، ورناها لكم امبارح طريقة عملها اهو. ده الفيل، اي مش مظبوط او نفس الفورمة، بس الحمد لله الحمد لله والشكر لله اهو. ودهنته النهارده وظبطته طبعا، ايه على قد بقى، لان انا مش ماليش قوي في الرسم ده الاصلي. ماشي، طبعا انا مش عامل، مش حاطط عليان الوان ولا حاجه، الوان ميه عاديه، الوان عفوا دهان بلاستيك عادي كويس. لسه كده في الاول بظبطه اهوت، فاتمنى بس تشجعوني. تمام، ده الاصلي، ده اصلي، وده نسخة منه، ده نسخة وده نسخة عندنا. تمام، ده الدب، وده الدب الرسمة بتاعته اللي هو جبس. ماشي، ومش اصلي طبعا، ده جبس اسمنت، وده اسمنت كويس. اتمنى تشجعوني وتقولوا لي ايه رايك، ايه رايكم في الفيديو وفي الشغل اللي عملته كويس، وفي الفورم، واللي محتاج اي حاجه زي كده انا اقدر اعملها له، مش محتاج منه اي فلوس، بس يودي لي بس السيليكون، يجيب لي سيليكون والاسمنت بس. انا في الفروانيه الكويت، محافظه الفروانيه. تمام، بالكويت، تحت أمركم. شكرا للجميع.